بشرك يا سالم الحال سالم بفضل ربي والنوايا السليمة العمر فسحة والليالي غنايم والعافية يا سالم أكبر غنيمة والنصر حلم الكل والكل حالم والياس في كل المواقف هزيمة أهل المكارم يزرعون المكارم وأهل الشتايم يحسدون الشتيمة والعدل ما يأتي على يد ظالم وكل ظالم له نهاية وخيمة ولا غنى دايم ولا فقر دايم والعزة عنوان الحياة الكريمة والمعرف السلطان والعقل حاكم والصبر ميزان للعقول الحكيمة والناس يا ابن الناس جاهل وعالم هذا يهد اسمه وهذا يقيمه في إنسان يتفهم وهو غير فاهم وإنسان فاهم بس مثل البهيمة تلقاه في الدنيا عليها يزاحم ولا يمي صاحبه من غريمه في إنسان يتفهم وهو غير فاهم وإنسان فهم بس مثل البهيمة تلقاه في الدنيا عليها يزاحم ولا يمي صاحبه من غريمه وإنسان في وجهك يقيم الولايم وفي غيابك ينتفك بالنميمة وإنسان في الظاهر مصلي وصايم والباطن ما غير ربي عليمه وإنسان لو حمت عليه الحوايم بس الشديد وهمته والعزيمة يصون وجهه من سواد اللوايم ولا يفرط في صداقة حميمة وهكذا يا أبوك حال الأوادم الآدمي ما هو بجسمه وديمة في إنسان دايم في حياته مساهم وإنسان يا سالم حياته جريمة في إنسان دايم في حياته مساهم وإنسان يا سالم حياته جريمة شتان ما بين الجبل والتهايم والفرق بين المثمره والعقيمه